جميع الرسل عليهم الصلاة والسلام أتوا بثلاثة أصول يا أبا عبد الله. الأصل الأول تعريف الخلق بالخالق سبحانه وتعالى، يعرف الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام يعرفون الناس بخالقهم بأسمائه وصفاته سبحانه وتعالى. الأصل الثاني الطريق الموصل إلى الله، الطريق الموصل إلى الله. الأمر الثالث ما أعده الله سبحانه وتعالى لأوليائه في جنات النعيم. فتجد أن دعوة الرسل عليهم الصلاة والسلام دعوا إلى الله جل وعلا، يعرفون الله بأنه هو الخالق الرازق المدبر وأنه هو المستحق للعبادة، ويعرفون الله يعرفون الناس بالله جل وعلا بأسمائه وصفاته. وأسماء الله جل وعلا فيها أركان التوحيد أو أقسام التوحيد الثلاثة: توحيد الربوبية، وتوحيد الأسماء والصفات، وتوحيد الألوهية، توحيد العبادة، كلها بأسماء الله سبحانه وتعالى. فنجد أن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام يعرفون الناس بالله جل في علاه. فإذا أراد الإنسان أن يبني أساسا نجد أنه يعنى بما يبني عليه هذا البنيان حتى يكون صلبا متينا. وهذا الإيمان قاعدته أسماء الله جل وعلا وصفاته. ولذا العلم بأسماء الله أشرف العلوم على الإطلاق، وهو الفقه الأكبر.